من وين جايين؟ من فطلان، صايد من فطلان. تمام، وجايين متطوعين؟ جايين متطوعين وجايين فزع للوطن، والوطن كله واحد. والله وضع مزري 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 لاخر غايه، يعني شيء ما يتوقعش العقل بكي. ونسال الله ان يلطف بهالدرنا وهالليبيا كلهم، يعوضنا ربي فيه بخير كلهم كيف بعضهم. الى متى مستمرين بانتشال الجثث؟ والله لعند ما نخلصوا الجثث كلها، ان شاء الله باذن الله ما نخلوا حي بني ادم تحت التراب بكي، ضروري يطلع اي حد ضروري يندفن بطريقة إسلامية بإذن الله إن شاء الله. هل طلعت الجثث اليوم؟ والله طلعنا إن شاء الله. كم جثث؟ طلعنا والله يمكن 10 5 بدين تو الصبح، ما زلنا بدين، لكن في أنت عارف في تعقيم وفي شيء قبل لقدامنا قبل. تمام. يعني الموضوع له اليوم تو قريب غاش في الرابع يوم يمكن. هل جثث ولا هل في ناجين أيضاً؟ والله طلعنا أمس ناجين. طلعنا أمس طلعنا. 300 تقريباً. والله طلعنا، هي مو المشكلة نحن مجموعات. نحن تو مجموعة سلطان، صعيد سلطان. هذه مجموعة واحدة. يمكن أمس طلعنا 40 نفر نحن قريب. والحمد لله وليبيا وحده، وضمه كلهم فزعه جايين للوطن، وما فيش حد يزايد على حد بكل، ما فيش حد يقول لك لا انت ما تغش ولا حد انت ما تفتش ولا حد ما تقرب بكل، نحن هالوطن واحد. وبارك الله في حتى الدول الاخرى الجوار حتى هن فزعه، كيف مصر كيف تونس كيف الجزائر كيف المغرب، ما فيش حد غاب بكل على الكارثه هذه. وبارك الله فيكم ما شاء الله، هذا حد الباس على وطننا كله.